السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. بسم الله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذي you
وكفى بالله حسيبا. ما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان ولكن رسول الله وخاتم.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما بشرا
وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا
لا يسمعون فينا لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وبارك رسوله الكريم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat, demikian tadi sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang sudah disampaikan oleh Al-Mukarram melalui Ustaz Syamsuri Firdaus. Semoga kita yang mendengarkan, khususnya yang membaca, khususnya yang membaca kasih umur panjang dan lebih berprestasi lagi serta selamat sampai tujuan. Dan berikutnya para jemaah sekalian, salah satu acara yang kudu dan wajib kita ikuti yaitu risalah Nabi atau riwayat